مساء الخير عليكم أعزائنا المشاهدين ومتابعين برنامجنا العربي بيت للكل. حقيقة للحروب أوجه متعددة، خاصة الحروب العسكرية تحتاج طرق خاصة بالدفاع وأيضا طرق بالإعلام، تكون الكلمة هي الحاضرة في مجابهة بعض الحروب. لكن اليوم حربنا خاصة هي عن أمراض السرطان وانتشارها في بلداننا العربية. نتحدث بأدق التفاصيل، بما أنه محاربة السرطان تحتاج العزيمة والإرادة من الشخص كي يتشافى الشفاء التام، من خلال ما تكون هذه الإرادة مستمرة عبر أعوام وسنوات طوال لمجابهة هذا المرض القاتل. متواجدين الآن أمام مركز الحسين للسرطان، هذا المركز الذي يحظى بسمعة عالمية في الحصول على أعلى نسب النجاة من مرض السرطان. هذا المركز أيضاً حصل على المرتبة الأولى على الدول النامية في علاج مرض السرطان والشفاء منه، وأيضاً على المرتبة السادسة عالمياً. يتميز هذا المركز بأنه الوجهة الأولى لمن يصاب بالسرطان في مختلف دول الوطن العربي، لما يتميز به من الخطة العلاجية الشمولية والتي تضم مجموعة من الأطباء والخبراء أيضاً على مستوى العالم في علاج مرض السرطان من كافة النواحي. يسعد كل أوقاتك لنا، يسعد أوقاتك شافكي وأحمد. لربما هذا الموضوع من الصعب إنه نحكي فيه كتير أو نخوض فيه، لأنه فيش إنسان في هاي الحياة ما بتمنى إنه يكتب قصته مليئة بالوفرة بالخيرات بالصحة وبكل أنواع الإيجابية، لكنه زائر ثقيل أضل بطرق بابنا أو باب أحبابنا والأشخاص اللي بيعزوا علينا بئس علينا وبئس عليهم. لربما يكون الابتلاء بالمرض من أصعب أنواع المحن اللي بمر فيها الإنسان، لكن دائما يتذكر إنه هو اختبار إلهي بقيس مدى صلابتنا، صبرنا، إحساسنا بالحياة، وبخلينا نقدرها وبخلينا نشكر ونتمن كل لحظة عايشين فيها مع الناس اللي بنحبهم وأيضا عايشين فيها بهاي الحياة. عشان هيك دائما لابد أن نثق بقدرة الله على الشفاء، على مقولة أن لم يخلق لنا داء إلا وخلق له دواء. صحيح جدا يا ياسمين، وخليني أقول زي المصريين، زي ما دايما بنقول، الصبر مفتاح الفرج. مرض السرطان بيخد أي حد، حط نفسك في التجربة والاختبار الرباني. أنت رحت للدكتور وقال لك إنك عندك المرض، في أي مكان، في اتنين، واحد هيرجع اليأس والإحباط والقلق والخوف هو وأهله، والتاني هيرجع يقول ده اختيار ربنا وأنا هقدر وأنا هكمل وأنا هشوف أقدر أعمل إيه. الأصعب لما بيقف قدام المراية ويكلم نفسه ويقول يا ترى هتقدر، يا ترى هنحاول. رحلة شقة متعبة، أنا عارفة كلامي وأنا قاعدة على الكرسي سهل جدا، بس لصاحب التجربة شقة ومتعبة. هو بطل وإحنا عارفين إنه بطل لأنه بيعافر كل يوم وكل لحظة، لكن في النهاية هو صاحب الاختبار الرباني. قررنا إحنا كمان نكون مع البطل ده، مع اللي بيحارب واللي بيحاول، لأن في النهاية القصص دي كلها بتساعد ناس تانية. أنا ممكن النهاردة ألتقي بقصة من مصر يسمعها حد من بلادنا في دولنا العربية، يتأثر بيها وتكون هي الحافز اللي تخليه يكمل ويقف ويقول أنا بطل. تعالوا النهاردة نعيش في قصص أبطالها موجودين في دولنا العربية، موجودين في بيوتنا، موجودين وبنتعامل معهم كل يوم. تعالوا نتعلم منهم ونقف جنبهم، ونقف جنب ناس لسه ممكن يتعرضوا لنفس التجربة. خلينا نجرب النهاردة معاكم في بيت للكل. لكن قبل ده كله أنا عايزة أمسي على أهلنا في فلسطين، ونروح لهذا التقرير إلى فلسطين.